مرحبا بكل من يشاهد هذه الحلقة، الحلقة الثانية من قصة الحياة. هناك حقائق يعني أنا أعتبرها مهمة عندما نقرأ قصة كيف تطورت النباتات والحيوانات. مثلا النبات يستطيع أن يصنع البروتين، ويستطيع أن يصنع الدي ان اي والذي يتكون من الامينو اسيدز والاحماض التي هي الاحماض الامينيه، وايضا يستطيع ان يصنع الفيتامينات ويصنعها كما يعرف الجميع عن طريق الكلوروفيل الماده الخضراء وبمساعده ضوء الشمس. الحيوانات في الجانب الاخر تستطيع تكوين فقط أشياء بسيطة، مثل أتصور تكون فقط أحماض أمينية maybe نوعين فقط، فيتامين واحد وهو فيتامين دي، ولكي تستطيع أن تصلح وتبني الخلايا يحتاج الحيوان أن يسرق الأحماض الأمينية، يحتاج أن يسرق البروتين من كائنات أخرى سواء كان حيوان آخر أو نبات آخر. هذا السيستم هو أساس تطور الحيوانات، لأنها تحرق الأكسجين بشكل سريع جدا. ربما هذا أدى إلى تطور الحيوان بشكل فقد فيه القدرة على تصنيع البروتين داخل الخلايا، وأدى إلى تطور هذا الحيوان بحيث يسرق البروتين من حيوانات أخرى أو من النباتات. ربما تكون فكرة بشعة أننا نتصور أن الحيوانات هي فقط مثل الباراسايت، مثل الطفيليات، لأنها لا تستطيع أن تعيش بمفردها، لا تستطيع أن تعيش بذاتها، تحتاج إلى النباتات أو الحيوانات الأخرى لكي تعيش. ومن هنا يأتي الواقع الذي نعيشه الآن. طبعا الإنسان يحتاج أن يأكل ويأكل بروتين ويأكل الغذاء والفيتامينز وكل هالأشياء، هذه يحتاج أن يأخذها من حيوانات أخرى أو من كائنات حية أخرى مثل النباتات. فهذه يعني حقيقة أدركتها في السنوات الأخيرة. هناك شيء آخر أيضا مثير جدا، وهو تطور الكائنات عادة يكون تطور متوازي، بمعنى أن نحن نلاحظ مثلا أن الزهور تحتاج إلى الحشرات حتى يتم التلقيح، والحشرات تحتاج الزهور حتى تستطيع أن تتغذى من الرحيق. فهناك كثير من وحتى مثلا طيور الهامينج بيردز، طيور الطنانة، نلاحظ أن الزهور تطورت مع تطور الحشرات، أي أن لم يكن هناك فقط زهور بدون حشرات، ولم يكن هناك حشرات التي تتغذى على رحيق الزهور بدون زهور. فهذا أيضا شيء مهم جدا نلاحظه في على تطور الحياة على ممر 500 مليون سنة الماضية، من بداية الانفجار الإكسبلوجين الكامبريان إكسبلوجين وحتى الآن. طبعا الشيء الأساسي الذي يحرك تطور الحياة وتكوين الحياة المعقدة أو الكائنات المعقدة من الكائنات البسيطة هو نظرية التطور الإيفولوشن. طبعا هناك كثير من الكتب والمعلومات عن نظرية التطور، لكن أحب أذكر شيء أساسي فقط. كما ذكرنا في الحلقة السابقة أن الميوتيشن الذي يسببه الـ RNA هو ما يسبب التغيير في الـ DNA،
عندما تنقسم الخلية، وهذا الميوتيشن إذا كان مفيدا للإنفيرومنت أو للمحيط الحولي إذا سوف يمكن الحيوان أو الكائن من أن يعيش مدة أطول ويتكاثر. الميوتيشن الذي لا يفيد سوف يتسبب بالكائن الذي يملكه أن يموت بسرعة. قد نسأل لماذا يحدث التطور، لماذا تتغير الكائنات؟ إذا وضعت ظروف ثابتة بمعنى حرارة ثابتة وضغط وغاز ومعادن وكل شيء ثابت لا يتغير، ووضعت كائنات، هذه الكائنات لا تحتاج أن تتطور. إذا كانت هذه الكائنات تستطيع أن تعيش في هذا في المحيط الذي صنعته، إذن لا تحتاج أن تتطور. التطور يأتي فقط عندما تتغير هذه الظروف، وعندما تصبح الظروف صعبة للكائنات التي تعيش، وهذه الظروف الصعبة هي التي تدفع بالكائنات التي تحصل على الميوتيشن المفيد أن أن تبقى وتتكاثر. ونحن نعرف من الجيولوجي، من جغرافية الأرض وتاريخ الجيولوجي، أن الأرض في تغير مستمر. هناك كثير من الأدلة على هذا. مثلا الأرض، محور الأرض يتحرك ويتغير، أعتقد كل 70,000 أو 100,000 سنة يتغير محور الأرض بزاوية بسيطة، أعتقد 30 تقريبا 30 درجة، وتعود وتتغير. إلى هذا التغير طبعا يسبب كثير من الظروف الجوية المتغيرة، عواصف، ثلج، حرارة إلى آخره. أيضا نعرف أن هناك شيء اسمه continental drift، وهي تحرك القارات، لأن أساس الأرض، الكور في الأرض، هو ليس صلب، هو بعده سائل. فهذا السائل بمعنى أن كل القارة، كل القشرة المحيطة حول هذا السائل عادة ليست ثابتة، هي تتحرك. وهناك عدة متغيرات، طبعا كثير من المتغيرات التي تقرر هذه الحركة. تحرك القارات أيضا يسبب كثير من العوامل الطبيعية، مثلا الصحراء الكبرى كانت خضراء قبل ملايين السنين الفاتت، الآن أصبحت صحراء بسبب تغير القارات. كل ما تتجمع القارات في قارة واحدة يصبح الجفاف أكبر بكثير في داخل هذه القارة الكبيرة، أو يسموها سوبر كونتيننت. كلما تتقسم القارات، كلما تتوزع الأمطار ويقل الجفاف في القارات الصغيرة، إلى غير ذلك. فهناك كثير من المتغيرات، لكن نحن نعرف أن الأرض في تغير مستمر. التغير المستمر هو الذي يولد، هو الذي يدفع بالكائنات الحية أن تتغير حتى تستطيع، أو الميوتيشن الذي يحدث فيها يغيرها فيمكنها من العيش. هناك شيء لاحظته أنا، شيء شخصي. نحن نعرف أن الكلاب، هناك بريدرز للكلاب، هناك كثير من الناس الذين بدأوا يعملون بريدينج للكلاب، يتزاوجون ويتوالدون. فعن طريق عملية البريدينج يحاولون أن يغيروا صفات معينة. طبعا هذا ما يسمى بسلكتيف evolution، بمعنى أنه أنا أختار الصفات التي تبقى وتتكاثر، وأقتل الصفات، أوقف الصفات التي لا أحبها. الكلب بدأ بالذئب. الذئب هو أصل، حتى يعتبر إلى حد الآن يعتبر نفس النوع، نفس السبيشيز، هو identical، DNA تقريبا 99% أكثر، حتى أنا متأكد أكثر، بين الكلب وبين الذئب.
لكن نلاحظ هناك تغير كبير جدا، على الأقل تغير سطحي في المظهر. إذا تعرفون أن هناك كلب اسمه الجريت دين، وهو كلب تقريبا كبير جدا عبارة عن حصان صغير، وهناك كلب صغير جدا اسمه تشيواوا، وهو عبارة عن ليس أكبر من برتقالة كبيرة. هذا التغير الشديد في الشكل، طبعا هو تغير فقط في الشكل وفي صفات معينة، يعني تغير في جينات بسيطة، لكن هذه الجينات هي التي تتحكم بالشكل، ولهذا الشكل يتغير بشكل كبير، لكن الدي ان اي هو نفسه، هو تقريبا مطابق للذئب للولف. الشيء المثير أن هذا التغيير حصل في مدة قصيرة نسبيا، يعني تقريبا الكلب بدأ يرافق الإنسان، هناك نظريات تقول 20,000 سنة، هناك نظريات تقول 50,000 سنة، 20 أو 50,000 سنة، هذه مدة قصيرة جدا بالتطور، بتطور الحيوانات. كما ذكرنا الحيوانات بدأت 500 مليون سنة فاتت إلى الآن، فنحن نتكلم ملايين السنين على مد التطور الحيوانات أو تطور الحياة المركبة. ألفين سنة، هو فعلا 2000 سنة منذ أن بدأ البريدينج الفعلي، بدأ الإنسان يختار الصفات المعينة للكلب، مثلا صفات الحراسة، فالكلب الذي يكون شجاع جدا هذا الكلب يتزاوج حتى يجيب، يعني حتى يجلب لنا كلابا أيضا شجاعة جدا، والكلب الجبان هذا لا يتم تزويجه حتى فإذا هو يعتبر selective evolution. العملية تغير الكلب حتى لو كانت عملية تغير سطحي من الخارج أو صفات معينة، ليس تغير تغير في الأناتومي نفسها، لكن هذا التغير موجود وملحوظ ونستطيع أن نشاهده ونستطيع أن نلمسه. هذا أكبر دليل على الإيفولوشن، هذا هو دليل على أن الكائن الحي ممكن تغييره بفترة قصيرة جدا نسبيا، 1000 سنة أو 2000 سنة، ممكن تغييره تغيير، وممكن أن نجعل صفات معينة تتركز وتكبر وصفات أخرى تنتهي. الفرق بين السلكتيف إيفولوشن الذي الإنسان فعله مع الكلب والطبيعي، الانتخاب الطبيعي، هو الطبيعة أو الظروف الخارجية هي التي تحدد أي صفة تبقى وأي صفة تذهب. أنا أنصح بمشاهدة، في هناك كثير من الفيديوهات البديعة للبي بي سي، مثلا ديفيد أتنبرا عنده كثير من الفيديوهات على تطور الحياة، تطور الحيوان والنبات، كيف جاءت، كيف تطورت، ما هي أدلة على هذه التطور، كيف نلاحظ أن كثير من الحيوانات تعيش فقط في الظروف الملائمة لها، بمعنى أنها تطورت في هذه الظروف. أنصح جديا أن كل المشاهدين أن يشاهدوا هذه الأفلام، حقيقة أنها فيها كمية كبيرة من المعلومات، حتى نتعلم عن هذا السيستم كيف يعمل وكيف نتطور. الإنسان أيضا يتطور، هناك جينات أو جين تغير حتى نستطيع أن نهضم الحليب، مادة اللاكتوز في الحليب، هذا الجين تطور فقط في الشعوب التي سكنت أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا الميوتيشن حصل في هذه الشعوب وانتشر بشكل كبير، وهو تقريبا تزامن مع تربية الماشية والزراعة، اكتشاف الزراعة. فطبعا الماشية بمعنى أنه صار عندنا مورد غذاء وهو حليب الماشية وحليب الحيوانات، وهذا الميوتيشن أصبح ميوتيشن مفيد جدا، لأنه بدون هذا الميوتيشن
الإنسان الطفل يستطيع أن يهضم اللاكتوز، لكن عندما يبلغ أعتقد المراهقة المعدة لا تستطيع، هذا الجين يتوقف عن العمل، فالمعدة لا تستطيع أن تهضم اللاكتوز ويصبح الجسم يتخلص من الحليب بإسهال، فأنت لا تستفاد نهائيا من الحليب الذي تشربه. كما نعرف فقط هذه الشعوب حصل فيها هذا الميوتيشن، فنلاحظ أن الشعوب في آسيا، في شرق آسيا، الشعوب الصينية لم يحصل فيها هذا الميوتيشن لسبب بسيط، وأنهم لم يربوا البقر، كانوا يعتمدون على الرز، فكانوا يصنعون شراب الرز، وهذا شراب الرز ويعتبر أو يسمى برايس ميلك، هو الذي كان الشيء المفيد جدا الذي يشربونه دائما، ولهذا لم يحصل عندهم الميوتيشن. الآن عندما يشرب الصينيون أو الآسيويون الحليب، يعني يحتاجون أن يشتروا حليب يسمونه بلاكتيد، الحليب الذي لا يحتوي على لاكتوز، هذا الطريقة الوحيدة التي يستطيعون أن يشربوا فيها الحليب. فهذا الدليل على أن الأفولوشن مستمرة لحد الآن، والإنسان يتطور حسب الظروف الخارجية. الفكرة الأخرى أنه نحن الآن لا نحتاج أن نتطور بشكل طبيعي، لا نحتاج إلى تطور الجسمي حتى نستطيع أن نتكيف مع الحياة. نحن يعني اخترعنا التكنولوجيا التقنية بفضل العقل، ونحن نخترع الأدوات التي تسمح لنا بأن نعيش ونتكيف مع الظروف الخارجية. فنحن كسرنا شيئا من الدافع للأفولوشن، الدافع للتطور. الشيء الآخر الأخير اللي أحب أن أذكره هو لماذا يوجد نهاية للحياة في الكائنات العليا والكائنات المعقدة، وبالأخص في الحيوانات أكثر مما هي في النباتات. الحيوان كما ذكرنا يستعمل الأكسجين بشكل كبير، يعني فكما نعرف أن هناك ميتوكوندريا في الخلية، وهي التي مسؤولة عن استعمال الأكسجين لحرق المواد وتحرير الطاقة. ما نعرفه اليوم أن هذه الطاقة، تحرير هذه الطاقة، يولد مواد مؤكسدة، وهذه المواد المؤكسدة تسمى بالfree oxidants، تسبب تغير في تركيب الخلايا أو تغير بسيط في الدي ان اي، لأن هي تعتبر مثل السموم. يعني عملية حرق الطاقة يولد سموم. آخر شيء قرأته أنه هذه الأوكسيدنتس قسم منها تعود الخلية تستعمله لحرق الطاقة، إذن ليس كلها يعتبر سموم، قسم منها يعود، طبعا هي تسير في الدم، هي تتحرر في الدم، قسم منها يعود وتستعمله الخلية مرة أخرى للطاقة، إذن هي تعتبر مهمة، والزائد منها وهو مع الأسف موجودة دائما مهما كان نوع الأكل الذي تأكله يعني شيء built in في الخلية، الزائد منها هو الذي يسبب التغير بسيط في الدي ان اي، وهو الذي يسبب الشيخوخة أو عدم كفاءة الخلايا بعد generations، بعد عديد من الجنريشنز من الخلايا. لهذا مع تقدم العمر نلاحظ أن خلايا الجسم أو أعضاء الجسم تبدأ بالإضمحلال، تبدأ بالديكي، تبدأ بعدم قدرتها على العمل بشكل كفو مثل ما كنت طفلا، إلى تصل إلى مرحلة معينة تكون الأعضاء الجسم هزيلة جدا ويتغلب عليها الأمراض. يعني هناك كثير من الباراسايت، بكتيريا، فيروسات، هناك كثير من الأشياء التي ممكن أن تقتل الجسم.
إذا ما ذكرنا السرطان وهو الميوتيشن الذي يحصل داخل الجسم والذي الجسم لا يستطيع أن يحاربه. فنلاحظ أن هناك شيء مبرمج داخل هذه الخلية أو داخل هذا الكائن يجعله يموت أو ينتهي بمرحلة معينة، لأن كما ذكرنا في فيديوهات سابقة أن أنا أعتقد أن هدف هذه الحياة هي نسخ نفسها، فالخلايا التي تنسخ الكائنات الحية هي الخلايا التناسلية، فإذا الخلايا التناسلية هي التي يجب أن تعيش و وتصنع الأطفال والجنريشن الحالي أو القادم، أما الجسم الأم لا يحتاج أن يعيش بعد أن صنع نسخ منه لتستمر، فإذا الجسم الأم لا يحتاج أن يعيش. وأنا مرات أفكر أن شيء تقديري، عادة حياة الكائن الحي تكون مساوية إلى الحياة التي أو الوقت التي يتطلب من الكائن أن يجلب جيل أو جيلين من الأطفال. فمثلا الإنسان معدل حياة الإنسان هي 25 سنة، طبعا إذا عاش في برية بدون الحضارة بدون التولز بدون أي شيء 25 سنة معدل حياة الإنسان، وبعدها الأمراض تكون كفيلة بموته. 25 سنة طبعا الإنسان يصل إلى المرحلة أنه يستطيع أن يجلب جنسيا، عمره تقريبا 12 سنة إلى 13 سنة، فنلاحظ يحتاج يستطيع أن يجلب جيل، وهذا الجيل يكبر إلى أن يصبح أيضا 13 سنة، ومن ثم الأب يموت لا يحتاج إلى أن يبقى لأنه استطاع أن يربي جيل واحد قبل أن يموت. طبعا هي ليست نظرية علمية، أنا فقط فكرة أفكر فيها. هذا ممكن أن يكون السبب لماذا نموت. الأشجار مثلا لأنها لا تستعمل الأكسجين فلا يوجد فيها هذا الاحتراق وهذا الشيء الذي يسبب هذه السموم ويسبب تغيير الدي ان اي في الحيوانات. نرى أن معدل حياة الأشجار أعلى بكثير من الحيوانات. أشجار هناك تعيش آلاف السنين، هناك مئات السنين، ليس كل النباتات طبعا، لكن نلاحظ أنه يوجد توجد أشجار تعيش عشرات الآلاف من السنين، والشيء الوحيد الذي ممكن أن يقتل هذه الأشجار هي ظروف جوية قاهرة جدا. هذا ما أحببت أن أذكره اليوم. سنتكلم في الحلقة القادمة عن الانقراض، وهو شيء موجود وموجود في التاريخ، في تاريخ الحياة، في قصة الحياة. كان هناك خمسة انقراضات حصلت على ممر 500 مليون سنة، وفي كل مرة قاربت الحياة على أن تباد إبادة شاملة. فهذا أيضا موضوع شيق، وسنتكلم عنه في الحلقة القادمة. شكرا وإلى اللقاء.